جديد في فير بلاي، نحكيو على ملعب التونسي. البارح كان اجتماع بين قدماء لاعبي الملعب التونسي ورموز البقلاوه مع المرشح لرئاسه الملعب التونسي نور الدين بن بريك. شنو صار خلال الاجتماع هذا؟ شنو تم التطرق؟ شنو الكلام اللي تقال في الاجتماع باش ناخذوه من عند واحد رمز من رموز البقلاوه كذلك من رموز الملعب التونسي جمال الدين اللي موجود معنا بالتليفون؟ جو اهلا بك. مرحبا سلام، مرحبا براديو اكسبريس اف ام وشكرا. عايش شنو حوالك خويا؟ شنو الامور؟ دابا لاباس الحمد لله. بحرت شويه في الصيف ولا الدنيا مسكره؟ مسكره مسكره الدنيا الكل. فماش تبحيره شويه خويا؟ فما شيء؟ والله لا خويا، شيء يخوف خويا الحق، ما نكذبش عليك، واحد يخاف على عائلته ويخاف على الدنيا الكل خويا. عندك حق، ربي يستر ان شاء الله. دونك جمال، قعدت البارح مع مجموعه من قدماء الملعب التونسي مع المرشح لرئاسه البقلاوه نور الدين بن بريك. شنو هم صار في الاجتماع هذا؟ وهل نفهموا من القاعده هذه انكم داعمين ترشح السيد هذا ولا حبيت تسمعوه ساعه؟ نحن ساعه قبل كل شيء ساعه هل لما هذه ساعه عندها مده ما صارتش في الملعب التونسي الحق، خاصه مع القدماء اللاعبين حتى رؤساء السابقين ولا واحد ما تماش. يظهر لي انا رئيس اللي مترشح اليوم سي نور الدين بن بريك يعني لعب الكوره ويفهم يعني شنو قيمه اللاعب القديم في الفرق في الفريق معناتها في الفريق. لما باهي عندنا برشا ما شفناش بعضنا، حكينا على برنامج، مش حكينا على برنامج، حكينا على السيتياسيون تاع الملعب التونسي، علاش وصلت الحاجه الحاله هذيا، وحكينا شنو نجمو بافكارنا بخبرتنا نجمو نعاونوا الرئيس هذا ان شاء الله يكون في عند حسن الظن. وانا نتصور اللي معناها عنده طموحات كبيره وعنده افكار باهيه، لكن ان شاء الله المشكله مش مربوطه بهذيك، مربوطه عندنا سي كورس كونتر لا مونتر. ماك تعرف السيتياسيون تاع الملعب التونسي اليوم، ما تعرفش باش تقعد مش باش تقعد، باش تلعب براج مش باش تلعب. الله يهدي معناها ان شاء الله الرئيس هذا كان باش يخدم معناها في يعطيه في وقت وجيز، ما يجمش يعمل كل شيء ما عندوش عشرة سحريه. لكن انا نتصور بال يعني بامور انسانيه، يعني الرئيس اللي موجود حاليا في الملعب التونسي ماذا بيه كان هو قال مش باش يترشح واحد كل شيء، ماذا بيه يعمل باساسيون في اقرب وقت ممكن باش يلقى الاخر يعني سي نور الدين يلقى الوقت باش يجم يعمل برمجه كبيره للفريق، وان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقه. لما هذه لما باش نحاولوا باش معناها نلقاو حل اجدر وباهي وفي اسرع وقت للمستقبل الملعب التونسي. معناها حسب فهم كلامك عبر الراجل سي بون سي نور الدين بن بريك على استعداده باش تولي رئاسه البقلاوه في انتظار انه يخرج السيد جلال بن عيسى هكا. بون تعرف انت الجلسه العامه ما نعرفش وقت باش تصير، هو خروها توا ما نعرفش شنو باش يجي يصير، لكن هذه ساعه اولويه ساعه تكون كان الرئيس هذا يحب الملعب التونسي اللي هو حاليا ماذا به في مصلحه الملعب التونسي، ماذا به يكون موجود هو الرئيس اللي باش يترشح سي نور الدين ويعملوا ويشوف معناها شنو ناقص شنو ناقص كان فهمت. دونك هذه كله في مصلحه الملعب التونسي، خاطر ابري تو الملعب التونسي ما ملك حتى حد هي، لكن يلزمها تكون باش تكون باسيسيون حلوه وباش الراجل يجم يخدم في اريحيه ويجم يلقى الوقت باش يخدم باش ينتدب لاعبين وباش يعمل برشا حاجات، لكن اليوم كي تعطيه وقت وجيز وما يجم يعمل حتى شيء. لكن نشوفوا نحاولوا باش اول حاجه يلزم الرئيس اللي مترشح سي نور الدين يلزم يقرب اكثر الماكسيموم الرئيس الحالي في الملعب التونسي ويلقاو حل اجدر واسرع في اقرب وقت لمصلحه الملعب التونسي فقط. جمال شنو برنامجه؟ هل فقط حكيت البارح معناتها باش طلب دعمكم شنو بالضبط؟ والله هو اول حاجه ساعه مشكور بالقدا على اللفته هذه اللي عيط لنا، ويعني رانا ماناش باش نعاونوا جمعيتنا نحن يعني من بعيد ولا من قريب، يعني باش نكونوا بافكارنا بخبرتنا نجموا نفيدوا اي واحد من بلاصته يجم يفيد. لكن اليوم حكينا على مستقبل الجمعيه شنو باش يجم يصير وعلاش وصلت الوضعيه هذه،
لكن ما فما حتى شيء معناها اوفيسيال مو معناها ما فماش حتى الليسته مازال ما قدمهاش لان نحن ما باش نكونوا موجودين فيها ولا مانيش موجودين لكن نحن ما نلوجوش على مناصب نحن نلوجوا على مصلحه الملعب التونسي قبل كل شيء لكن اليوم ما فيها باس كي الخبرات الكل اللي موجوده في بناء الملعب التونسي القدماء كلهم باش يعطيوا نظره حلوه ولا يعطيوا فكره باهيه باش تفيد الفريق علاش لا يعني انت احكي عليك انت جمال نجم نشوفوك في الليسته والله انا اجي اقول لك حاجه انا تاع لاني نحب منصب ولاني نحب ندخل الملعب التونسي لكن انا نحب نبدا فخور لي انا لعبت في الملعب التونسي يعني بالرئيس سينوردين ولا بغير الرئيس ليسونسيال الملعب التونسي ترجع مكانها الطبيعيه هو جمال يعني حتى لو كان تحب مش عيب معناه هذا شرعي يعني والله يقول لك حاجه لازم تلقى ظروف العمل ولازم تلقى يعني الحاجات اللي تنجم ترتاح فيها باش تخدم بريحيه يا اخي ما تنجمش تخدم تحت ضغط ولا تحت ما فيهاش الامكانيات محدوده على مستوى الفريق يعني باش تكون باش تعطي افكار والافكار هذيك تنجم تفيد كيما تنجم ما تفيدش كيما ما فيهاش امكانيات مش امكانيات يعني نحكي على روحي انا يعني امكانيات للفريق يعني فهمت يعني اليوم باش تنجم تعمل فريق وتكون فريق لازم يعطيوك الصلاحيات الكل باش تنجم تنجح خاطر ما تنجمش انت ما عندك حتى شيء وباش تنجح فهمت باهي باش خرجتوا جمال من الاجتماع هذا؟ على شنو اتفقتوا؟ والله هي اكثر شيء باش سمعنا بعضنا وحكينا مع بعضنا وكل واحد عطى افكار كل واحد عطى شنو البرنامج مش برنامج هو كل واحد عطى معناها شنو يجم شنو هي رؤيته؟ فوالا فوالا هكا هو دونك بارسا جا زاد رئيس سابق الملعب التونسي سي محمد عشير فهمت دونك وحكينا بون حكينا على حاجات مازلنا باش رئيس عنده برنامج تاع ممكن باش يعمل رينيو اخر باش يقدم ليست نتاعو ولكن نحن مهمتنا مش هذيك مهمتنا نحن يلزم الفريق في اقرب وقت يشد السنيه نتاعو يا يعرف روحه وين ماشي الرئيس هذا ويعرف روحه هو باش يحضر اموره باش يخدم على روحه فهمت لكن اليوم كي تعطيه وقت صغير ما يجي مش يعمل حتى شيء لكن نحن نحاولوا في مصلحة الملعب التونسي قبل كل شيء يعني الناس كل تكون فكرة واحدة ويكون مصلحة الفريق فوق الجميع يعني هو الحاجة الباين الشامبيونا برامون باش تتأجل شوية معناها مازال بكري متطولة شوية العودة نتاع البطولة والله تعرف توا سلام كل شيء واجد في الوضعية ذي الحالية في الظروف في تونس كل شيء ما تعرفش لازم تكون بطولة كيما تنجم تتلعب بعد شهرين اخرين بعد ثلاث شهور قالوا في اكتوبر باش تلعب ما تعرفش نحن مش مشكلتنا وقتاش تلعب البطوله نحن البطوله نحن مهمتنا نحن يلزمنا نكونوا يلزم الرئيس هذا يلقى الوقت باش يجم ينتدب باش يجم يعمل برمجه للفريق يعني يعني ومن بعد هذيك البطوله وقتاش تلعب هذيك الرزدامه نتاع الجامعه التونسيه لكره القدم حكيت انت على باساسيون ما عرفتش ما حاولتوش تتصلوا بالجانب المعيسه وتلموا الشمل نتاع الناس الكل نعرف انت ما عندنا حتى كونتاكت نحن مع الرئيس ذي الحق بصراحه يعني نحن مش مشغولاتنا نحن مشغولاتنا نحن نجموا نعطيو افكار على مستوى يعني تكتيكي تكنيك يعني باش نحكيو على المستقبل الملعب التونسي والبرمجه والاستراتيجيه اللي باش نجموا نتقدم للفريق لكن اليوم يظل لي الرئيس قادر باش يجم يقرب للرئيس هذا الحالي سي جلال بن عيسى لكن اليوم يكون الباب مسكر محلول ما نعرفش انا ما عنديش حتى فكره حق لكن انا نتصور برجالات الملعب التونسي يعني يقربوا لبعض الناس عندهم باش يخدموا مصلحه الملعب التونسي لا اكثر ولا اقل يعني فهمت باهي خلينا ناخذ رايك جمال شنو رايك في تعيين البلجيكي لوك ايماير كمدرب جديد للملعب التونسي؟ والله انا بيرسونيلمون حق انا توا عندي فكره كبيره في بلجيكا لكن ما عنده حتى علاقه بكل صراحه يعني مش خاطر جابوا جلال بن عيسى يعني انا ما عندوش سي في كبير ياسر في بلجيكا يعني راني في الفريق يعني رانا في مستوى يعني في الدرجات السفلى برشا يعني تروازيام كارديم ديفيزيون لكن يقولوا اللي عنده خبره في افريقيا لكن شنو البرفورمانس اللي عنده في افريقيا ما نعرفش انا شنو لكن انا بيرسونيل مو حسب ما نعرف البطوله البلجيكيه وحسب ما نعرف المدربين اللي موجودين في بلجيكا يعني ما عندوش اسم كبير ما عندوش ما نعرفش هذه مشمولات الهيئه هذه اللي موجوده لكن يتحملوا مسؤوليتهم هم لكن اليوم انا ما نجمش نحكم على مدرب ما عندوش يعني
سي في كبير ولا ما عندوش خبره على مستوى الغير. واليوم انت باش تنتدب مدرب يعني ما يعرفش الملعب التونسي باش يقعد في الدرجه الاولى ولا الدرجه الثانيه، يعني مازال الامور غامضه ما تعرفش حتى شيء. لكن بالنسبه لي انا رايي على المدرب هذا ما عندي حتى لي حتى فكره، لكن حتى سالت واحد كل شيء ما عندوش يعني تاريخ كبير في بلجيكا، يعني مش معروف ياسر، يعني مش معروف برا، احنا مش معروف بالكل يعني. واضح. ما عرفش جمال، كان خليك ميساج لحبايب البقلاوه، شنو تحب تقول؟ انا نتمنى باش الناس الكل تكون يد واحده، والناس الكل تخدم مصلحه واحده، لا استاد لا نتاع زيد لا نتاع عامر، استاد نتاع الناس الكل. لكن اليوم يلزموا نلقاو حل باش نلموا الشمل الناس الكل، باش نلقاو حل لمصلحه الفريق، يعني لمصلحه الملعب التونسي، لمصلحه اشخاص ولا شيء. خاطر انا نشوفوا كل واحد يجبد روحه، يعني اليوم الرئيس هذايا انا راني مانيش انا قلت انا الرئيس هذايا معناها سي نور الدين، يعني عنده طموحات، عنده يحب يخدم، يحب يعاون الملعب التونسي. لكن اليوم كيفاش باش يلقاو حل؟ يلزمهم يقربوا لبعضهم، الهيئه الحاليه معناها الهيئه يعني سي نور الدين وهيئه جلال بنيسه، يعني يقربوا لبعضهم باش يلقاو حل. كي انت ماكش قاعد لازم تلقاو حل في اقرب وقت باش تخدموا مصلحه الجمعيه. خاطر اليوم تنجم تكون انت سي نور الدين خدم الملعب التونسي، ولا باش يكون هو رئيس النادي باش مصلحة الملعب التونسي، حتى غدوة كي يسجل في التاريخ يقول والله انظر كيفاش الناس يعني الناس تشوف. انت في اوروبا يعني في الفرق الكل كيف رئيس يمشي ولا مدرب يمشي يعملوا له استقبال، ولا يعملوا له معناها ريسبسيون، يعملوا له معناها حفلة كبيرة برشا. اليوم في الملعب التونسي تقول قاعده لا، اليوم لا ما كنت تقول عليه نتاعو الرئيس الملعب التونسي، لا الرئيس انت اليوم ما عادش عندك مهمة في الملعب التونسي، ولا باش تخلي وقال هو باش يمشي. ماذا بيك في كل يوم ماذا بيك كان لازم تقابل انت والرئيس النادي الحالي اللي هو مترشح للملعب التونسي، ما فيها باس خويا هاو برمج هاو كيفاش هاو شنو هاو شنو ناقص هاو شنو مازال هاو شنو لازمنا نعملوا هاو شنو، فهمت؟ هذا انا جوفوا لمصلحه الملعب التونسي، فهمت؟ واضح. يعطيك الصحه، شكرا ليك جمال لدخلك معنا. يعيشك، مرحبا. شكرا على كل هذه التفاصيل بخصوص الاجتماع البارح مع السيد نور الدين بن مريك المرشح لرئاسة الملعب التونسي. كان اجتماع يوم امس مع رموز وملاعبين قدم الملعب التونسي، من بينهم جمال الدين الامام، اللي حكي على اهم مسار في الاجتماع البارح. موزيكا الاخبار وبعد مكملين فير بلاي حتى للخمسه.